تفضل. وحتى انا بدي انوه على موضوع معين اخو جود وعلى الاخوه اللي جاي يسمعون. السوسيال اصلا ما بيعطوني شيء ولا اخذ شيء منهم. هذه ال 4000 اللي اعطوها ما بدي اياها، واصلا قاطعيها علي وما عندي، يعني كل شيء ما ماخذ صار لي كذا شهر منهم، فما عندي شيء معهم. انا اللي مساندني اليوم هم الايزيديه والمسيحيه والملحدين واليهود اللي هون موجودين، هذول اللي مسانديني. والسوسيال ددي قال حتى السكن، قلت له طز بالسكن، اخذ السكن. قال ما عندك شيء يمنا، قلت لهم طز اخذوا. ما بخاف انا لا بتساوم، انا شخص صلب كتير. يعني يا جود انا بختلف. تفضل يا جود. طيب أنا بدي أقارن بين التعامل بينك وبين رامل سونت. هو هلا وين حاليا؟ هو ببيته قاعد بين أولاده، ما عنده مشكلة، كل أموره تمام. بحسن بيروح على السوبر ماركت، بيجي من السوبر ماركت. طبعا هاي لها تكلفة، تكلفة سنوية عم تدفعها الدولة، ما عم يدفعها هو من جيبته. يعني هو ما نو أمير حتى يدفع من جيبته مثل ما بتعمل العيلة الملكية ببريطانيا. نرجع لقصتك، أنت عندك إقامة، إقامتك حتى تصير دائمية لازمك شغل دائم. شغل الدائم لازمك تروح ما بدنا السكن نناقش شغل. موضوع شو عنده اختي. ما لا اذا بصير، ما بتقدر بصير. اختي عم تفوتي بشخصيته هذا هو مش من حياته حقك. راح تنهد على لا لا راسه مش من اذا ما حقك اختي عم بس تفوتي باموره اسمع الخاصه اسمع على العام. اسمع ترهيب اسمع اختي. شوي اسمع جود شوي اسمع شوي. انا اقامتي في سياسيه شغله، في هنا، شغله، في ما شغله، في بدنا شغله، شغل. في شغله. دائره الهجره لما نحن بنعاندها وبنجاكرها وبنعمل اللي براسنا، هن خلي كانوا راسي وانا بيعاملونا امنه لو شلون اليوم. باشياء الكلام قلبيه، هذا غير صحيح عزيزي. بصحيح اذا وغصب بدك تحكي عنك. محامي اعجزي اسمعيني انا، عزيزتي اشمعنى جود. 4 سنين؟ انت 7 موضوع سنين صح؟ الاقامات هذا مش انا شغلتي، عندي انا محامي. شغلتي اداره الهجره. اذا لا، بتحكي ما بيخص، ما بيخصك هذا الحكي. انا عم بحكي عن يعني انت جزء جاي عام. تفرض رايك انت علينا عم تحكي عن عزيزتي هلا لفظيا، ما بصير. جاي انت عم ترسل تسال لي، عن هذا جزء غير عام، رايك انسان علينا. بدافع عن حاله، هو بيعرف. وعم تسوي انت سويد، جاي سويد هذا غير تفرضين انه مقبول. رايك علينا، ما خصك انت يعني باجتهادك السويد ما فيها زمان. حريه بتفرض تعبير، رايها السويد السويد ما لك علاقه. يعني هذا الكلام غير مقبول مني. انا بدي لا احكي سلوان، رايي، وهو هاي حر نزلها ياخذ سلوان. ما ياخذ. هذه ترهيب، ترهيب، ترهب، ترهب، ترهيبه، ترهب فينا. انا الكلام غير بحكي صحيح. اللي بدي اياه، انا ما انا بحكي اترهب اللي عن بدي اياه. نفسي، هذا انا ما الشخص، بخاف. اوكي هذا الان الشخص انه انتم عم تعطيني انه تطمنونه مجال، الان بس ما انه راح تعطيني تعطوه، مجال ما راح انه تعطوه نتكلم. اقامه، ما راح تعطوه جنسيه. طيب انتم ما لكم دائره الهجره. اذا ما سويت اوكي اعطيته اوكي حقوق اوكي استثنائيه. اوكي اذا جورج ما شو اعطوه رايك؟ حقوق لا هذا استثنائيه. نقاش، هذا ترهيب، 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 ترهيب. يعني هذا مش حديث، اسمحوا لي احترموني خلوني احكي. شو رايك يا جود هلا افتح لك التعليقات؟ انا خلي اقول طز باقامه السويد، افتح لك التعليقات ومن كندا ومن امريكا ومن استراليا بناتي كتبوا لك، ولد وبناتي كتبوا لك نجي ناخذ سلوان الامريكا في حال السويد تخلت عنه. ماشي شو ماشي، بس رايك؟ بدي احكي لك شغله، بدي احكي لك افتحوا واقعي. لا التعليقات طب مشان انا بس تشوف. انا بس بدي احكي شيء واقعي. انت ايش بدك تفضل. تسوي؟ سوي. انا عم بحكي معك، ما عم بحكي مع الباقي، عم نعم بحكي معك انت. عم بقول لك الك هذا نعم الكلام رح يؤدي لانك انت تنحرم من الجنسيه السويديه. هذا الكلام انك تطلع على امريكا بدك فيزا، الفيزا بدها تقديم، التقديم بده موافقه السفاره. ما في دوله رح تستقبلك على قضيه وتتحمل مصاريفك. الشغله بدها مصاريف، ونحن مواطنين دول شرق اوسطي، يعني نحن مانا ابطال، ما بيعملونا ابطال. شو ما فينا كان نلمع. ملفك وشو ما صار، ما حدا بيحميك. ما في حدا عنده قدره يعطيك جنسيه. جنسيه، انا عم بحكي عن جنسيه، ما عم بحكي عن ملف اقامه. اقامه بتاخذ ما بدك اقامه، انا عم بحكي عن الجنسيه. هذا انا عم بنصحك لا تكمل بهذا الطريق، لانه انت ما عندك سقف قانوني. او روح انتسب لحزب. انا ما على فكره ما دخلني بتصرفاتك، شو بدك اعمل اعمل، بس خليك تحت جناح حزب، تحت جناح اورجانيزيشن، تحت انا جناح فاونديشن. ما فيني اقول لك انا تحت جناح مين ومين انا. لازم تكون ما اوفيشال، اوفيشال رسميا، مش شيء مخبى. يعني اذا ما في حدا قدران يدعمك حكوميا، لازم توقف هذا اللي عم تعمله. انه هذا الشيء يعني انت عم تحد من حريتك كفرد، ما عم تقدر تعيش كانسان طبيعي. انت من حقك تروح على سوبر ماركت، تروح تقعد بكافيه، تشرب قهوه، تشرب شاي. ممكن تتحمل سنه، تتحمل سنتين، بعدين ترجع حياتك الطبيعيه. انا شخصيا تحملت كثير وكثير تعذبت حتى عشت حياه بتشبه الطبيعيه. لما رجعت لحياتي الطبيعيه انا دفعت فاتوره، ما دفعوها عني، ما حدا اجى دفع فواتيري عني. فانا عم بنصحك انه هذا الطريق تبع معارضه الراي العام بهذا الشكل المستفز، رح تدفع فاتورتها لحالك. شايفك لا اللي لا معنا انا ما بالجست؟ معارض، انا كل ما اللي معنا معارض بالجست واحد. ما حدا منهم رح يجي يعطيك جنسيه، ما حدا منهم دائره الهجره رح يعطيك بس انا ما استثناء عم اعرض انه الراي شيلك العام، انا جنسيه. عم اعبر عن رايي، ما عم اعرض الراي العام يا جود. مو معارضه، المشكله مش فيا، المشكله انا بالمسؤولين. بتمنى يكون هذا الحديث موعى العام لاعطيك شويه تفاصيل اكثر، بس صدقني ما بالنسبه بقدر اعطيك لرسالتك اكثر. للمسلمين اللي قاعدين عم بيهددوا، شو بتقولي للمسلمين اللي قاعدين بالتعليقات بيحكوا ذبح وقتل وتهديد؟
تفضلي. هذا الكلام اكيد مرفوض جواتا وتفصيلا، للكعبه رب يحميها. يعني اذا واحد حرق القران في شو الله الفرق بيرد عليه. بين كلامك وكلامهم؟ التخويف حبيبتي النفسي حبيبتي انا والترهيب ما وبين بخوف، التهديد. لا، انا انت ما قاعدة عم بخوف. بتخوفيه، عم بتبعتي رسائل، يعني واضح رسائل انه لمين؟ واقف اللي قاعد عم تعمله. ما تفكر هيك، فكر في طبعا مصلحتك لانه انت، ومستقبلك. لانه انت كمان ما حتروح تعطيه جنسيه، لانه انا بعرف شو معناتها واحد ضل بلا جنسيه. انا عشت التجربه، انت ما عشتيها، لحظة، انت ما عشتي اسمحوا لي. بالسويد. السويد بلد قله الله ما بينطق، يعني واحد بده يحبس حاله في شو بده يعمل بالاخير؟ وين بده صحيح، يروح بحاله؟ كل وين بده حكي يروح صحيح بحاله؟ انت ما عم يا تحكي عن زلمة. واقع، انا عم بحكي عن عيشه. انا عشت نعم، البلد 10 سنين بشكل مكثف، ممكن سؤال إذا 10 سنين. جود؟ بس كل دقيقة، حكي لحظة، كل حكي بس هو دقيقة، صحيح، دقيقة أخويا. ولكن ما جود، ينطبق جود عليه عزيزتي، كليا. جود جود، إذا ما عجبتك السويد، الباب يفوت جمل. والله انا ما دي عايش عندك، بس عايش عندك بالبيت آه تكرم لا لا، عليك. انا الباب عم بحكي يفوت رايي، جمل. انا إذا ما بحكي لك عجبتك السويد، لحظه لحظه، العفو إذا ما العفو، عجبتك سويدي عم بحكي معك، هاي شاب الباب يفوت سويدي. جمل. ما انا سويدي، انت انا عم هو انت ما انا تنقل، ما سويدي، تقدر انا كبلد تنقل لا بالمجتمع السويدي. نحمل جنسيات مزدوجه، نزل عندي، لسنا نزل عزيزي، هذا لسنا الكلام كله توصل. فارغ، فارغ طيب هذا اخويا، ماشي. على كل حال، فارغ هذا الكلام، فارغ. رسائل الاشخاص، انا اليوم اتصلت روح يا معي واعطاني كل الخطوات، بليز نزلها الله يخليك. رسائل الاشخاص اللي عم بيقولوا يعني بدنا ما نتفقوا، عجبتك السويد، الباب انا يفوت الجمل. بقول، يلا انا ب... انا يلا. بقول انا بقول انا بقول لا هذا اخويا، الشيء انا اريد انام، انا نام. انا وحنا يعني اجي شو بدك اليوم، تمعن لا لايف؟ يعني كلها اعطيك غطا من عنا لا. يعني انا احنا قضيتي اهم من قضيتك. مين انت؟ جود مين انت؟ ما عجبك السويد اطلعي من عندها. مين نزلها؟ على الجست ناس سويديين صحيح بيحكوا بالعربي بس هن سويديين. اليوم هي عم تطعم ببلادهم وعم بتقول لك انه فقط الحريه التعبير للسويديين مش لإلهم. يعني شو هالكلام هذا؟ هذا تمييز عنصري، اللي يعني عم تعمل دعايه سلبيه ضد السويد. اللي معاشرني اللي كان صديق الطفوله لإلي من منطقتي يعرفوني كل الزين، انا انسان صلب وشرس، ما بخاف، ما عندي شيء اسمه خوف، لذلك عانيت بحياتي. اللي ما يخاف يعاني بحياته دائما، اللي يكون صريح يعاني دائما بحياته، يدخل سجون، يعتقل، لربما يقتل، يطعن، كل شيء يصير له اللي ما يخاف. انا ما بخاف، ما فيها كل الاحترام الها جود ان تاثر، وهي مو قصدها هذا الشيء، لربما هي قصدها يعني لحتى على مود حياتي، على مود هذا الشيء، هي تعتقد انه انا بفكر بهذه الطريقه. انا ما بفكر بهذه الطريقه، انا بفكر بطريقه مختلفه. جود هي جود، سلوان هو سلوان، موناليزا هي موناليزا، ماريا هي ماريا، كل واحد يفكر بطريقته، كل واحد يدرس أي خطوة يقدم إلها يدرسها طريقته، شنو سلبياتها شنو إيجابياتها. كل أنا بالنسبة إلي باختصار أقول أكفي، 37 سنة استمتعت كل شيء سويت بحياتي، سافرت لكل الدنيا، وكل شيء ردته قلت أريد هذا سويته، كل شيء ردته خلاص عادي، ما عندي مشكلة حتى لتكون حياتي لهون، ما عندي مشكلة بهذا الشيء خلاص. واما بالنسبه للمعنويات، ما عزيزي، معنويات يمي انا فول دائما. نعم تفضلي. انت معنوياتك سوف تبقى مرتفعه جدا، وانت شجاع جدا وبطل، ونحن معك، وابقى على كلمتك. ما فيش واحد يجي يأثر عليك تقول لك لا، يعني تخلى عن هذا وتخلى عن هذا، ما فيش حد، ما تخليش حد يعني يأثر عليك ابدا, أبداً. أبداً. وانا بس كانت هذه مداخلتي عزيزي، والرب يحميك، وانا اسمعك شكرا. من تحت، والرب يحميك، ونحن معك، ونحن معك يا غالي. شكرا موناليزا. ماريا مساء الخير حبيبتي. ماريا مساء الخير سلوان البطل، يعني فخورة فيك جدا. يعني الشيء اللي